قدمنا اليوم في حزب تقدم الاشتراكية رسالة مفتوحة ثانية موجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وهي رسالة مفتوحة تأتي بعد تقديم السيد رئيس الحكومة لحصيلة العمل الحكومي بالنسبة لنصف الولاية. تعلمون أننا تفاعلنا إيجابا وبشكل بناء مع هذه الحصيلة بمجلس النواب من خلال فريقنا البرلماني، ووقفنا على بعض الإيجابيات وأبرزنا كثير من التعثرات والسلبيات الواردة في العمل الحكومي، وذلك بالنظر لدورنا في المعارضة وهو دور طبيعي. والزمن لم يكن مسعفا في البرلمان من أجل أن نقول كل شيء، ولذلك اعتبرنا أنه من واجبنا إزاء الحكومة، إزاء الرأي العام الوطني، إزاءكم كوسائل إعلام، أن نفصل في شأن رأينا في هذه الحصيلة الحكومية. وعلى هذا الأساس وقفنا عند ضرورة أن نتوجه إلى الحكومة بتسجيل أن هناك نوع من الاستعلاء ونوع من الرضا على الذات المفرط، خاصة في الأجوبة المقدمة بمجلس النواب وبمجلس المستشارين. وهناك اعتبار إلى أن هذه الحكومة استطاعت أن تلبي كافة تطلعات الشعب المغربي، وفي سنتين ونصف قبل أن تمر الخمس سنوات، وكل ذلك طبعا مبالغ فيه. وأردنا أن نقف لنبرز في هذه الرسالة 10 نقاط أساسية. النقطة الأولى هو التجاهل الخطير لواقع المشهد السياسي والديمقراطي والحقوقي، حيث لا تقارب هذه الحكومة هذا الجانب وكأنها حكومة غير سياسية. ثانيا، تفاقم خطير للبطالة مع تقديم الأرقام الرسمية في الموضوع وخاصة في أوساط الشباب. ثالثا، فشل في كل الأهداف الاقتصادية المعلنة من قبل هذه الحكومة خلافا لما تم تقديمه من أرقام. رابعا، فشل بين في تحقيق السيادة الاقتصادية وفي إعمال الوضوح والشفافية في مناخ الأعمال وفي محاربة مظاهر الريع والرشوة وتضارب المصالح وغير ذلك من القضايا التي من شأنها أن توفر إطارا اقتصاديا مناسبا واستمرار في الاعتماد على الفلاحة بشكل مخطئ، وعدم توجيه الإمكانيات نحو تصنيع حقيقي بالنسبة لبلادنا. خامسا، عجز في مواجهة غلاء الأسعار وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية، وذلك ما يدل عليه الواقع المعيش من قبل مختلف المواطنات والمواطنين. سادسا، فشل في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، وأدلينا بالأرقام التي تدل على أن إذا كان هناك نجاح قانوني وإداري فالواقع مختلف تماما، وهناك الملايين من الناس الذين لا يستفيدون اليوم من تغطية اجتماعية فعلية. سابعا، عجز عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، ويكفي الوقوف على ما حدث من تقديم لهذا الدعم لعدد من الأسر ومن سحبه شهور قليلة بعد ذلك، ويكفي الوقوف عند تواضع ما يقدم من دعم وعن غرابة المؤشر المعمول بها على هذا المستوى، وكل الأوساط الشعبية تتحدث فقط عن هذا المؤشر. ثامنا، تعثرات مؤكدة في دعم برنامج اقتناء السكن، بحيث أننا نلاحظ أن التعامل مع هذا البرنامج هو تعامل ضعيف، وأنه لم تصرف لحد الآن كل المبالغ المعلنة أي 9.5 مليار درهم، وأن ليس هناك منتوج اجتماعي اليوم موجه للفئات المستهدفة. تاسعا، الحاجة ملحة لإحداث قانون لتمويل الحماية الاجتماعية. لماذا؟ لأن هذه الحكومة تقول أنها تريد صرف 51 مليار في تغطية اجتماعية و10 ملايير درهم في دعم السكن، وأنها تريد الوصول إلى 25 إلى 29 مليار بالنسبة لدعم المباشر. كل هذه الملايير نريد
أن نصل في نهاية السنة إلى من خلال هذا القانون إلى توضيح بشأن صرفها فعلا، وأن المواطنين استفادوا منها فعلا. وأخيرا، هناك إصلاحات أساسية غائبة تماما، ويتعلق الأمر بالإصلاح الجبائي وبإصلاح القطاع الغير المهيكل وبصندوق المقصة، ويكفي الوصول إلى ما تم من زيادة بالأمس 10 دراهم في القنينة الكبيرة للغاز، و2.5 درهم بالنسبة للقنينة الصغيرة، وأيضا التقاعد الذي لا خبر لنا حول طرق إصلاحه، والقطاع العمومي الذي يحتاج اليوم إلى إصلاح في اتجاه العقلنة والترشيد، وأخيرا التوجه المرتبط بالاقتصاد الأخضر وبالتوجه الإيكولوجي، وذلك غائب أيضا من رصيد هذه الحكومة. نتمنى أن يتفاعل السيد رئيس الحكومة إيجابا مع هذه الانتقادات، ونحن في دورنا كمعارضة وتوجيه رسالة مفتوحة نوجه ذلك، ليس من باب الاستفزاز بل من أجل أن يكون الرأي العام الوطني شاهدا على ما نتبادله مع الحكومة من آراء، ومن أجل أن تقدم لنا وللرأي العام أجوبة شافية ومقاربات ضافية بالنسبة لواقع الحال، ونتمنى أن يسهم ذلك في الرقي بالنقاش السياسي في بلادنا.